ان شاء الله باذن الله غدوه نكونوا في نهارنا وراحوا بالتاهل بتاعنا ان شاء الله من هنا من الجزائر ان شاء الله. شفتكم تو في التمارين معناها قلقت شويه من السخانه. سيرتو التيران يعني طرطون بارابور لاسباب الكوره يعني يحرق من اللوطه واللي برشا نار تدخل نار موغده لكن لا باس ان شاء الله غدوه نكونوا في نهارنا ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله ترشحنا رغم الظروف الصعيبة رغم حرارة الطقس أرضية الميدان الظروف اللي كانت كل الظروف الكل كانت ضدنا ما خلاوش التلفزة التونسية تصور الحمد لله الحمد لله على الرجال اللي وصلونا دوري المجموعات توا يلزمنا نخدموا على رواحنا دوري المجموعات يلزموا تحذير وتحذير خاص وإن شاء الله بقدرة ربي ديما فرحين جمهورنا ومشرفين الرايه الوطنيه ان شاء الله. مبروك علينا الكل يضري كاليفيكاسيون ميريتي يضري ليتوال اليوم لعبت في ران بلوك ديفونسيف في تيران صعيب برشا في جو صعيب برشا في طقس صعيب برشا يضري الحمد لله الاولاد اللي تي تريز ابليكي ونجمنا نترشحوا رغم الهزيمه واحد بلاش يضري هذاك اللي جينا عليه هو الكاليفيكاسيون للبول. صعيبه والله صعيبه ماتش اليوم الاولاد كانوا رجال الحمد لله معنا تعبنا ما مشاش خساره الاداره وفرت لنا كل شيء اليوم حبينا نخرج بكاليفيكاسيون فرحوا بها جمهورنا اللي استنى فينا في سوسه الحمد لله ترشحنا خسرنا سيفري لكن عرفنا كيفاش نجريو ماتشوات ماتشوات هذوما يجيبوا لي شامبيونان ان شاء الله ان شاء الله ندخلوا دوري المجموعات ونركزوا في الشامبيونان نتاعنا والكوب. الحقيقه عدينا ليكيب الكل الجواليت الكل عدينا ماتش كبير هزينا بعضنا وين وقته فما شكون يرخ على خاطر مع الطقس هذايا مع التيران هذايا مش مستانسين بيه سي نورمال باش تصير مشاكل هذوما لو بلوز امبورتون اللي جينا عليه صار والحمد لله اللي عاطين فينا ثقه فرحناهم. نقدر نقول البوتنسيال فيزيك هو اهم شيء لانه مع السخانه اللي كانت ومع الارضيه اللي كانت صعبه ومع التحكيم ما كنا الا يعني نعمل نقدر نقول تسير مباراه من الناحيه الدفاعيه اللي كان نظن بلوك دفاعي على اعلى مستوى ما تركناش المساحات يمكن كنا متاخرين وخلينا الافضليه للفريق المنافس لكن هذه كره القدم نعرفوا ادغال افريقيا ولازم انك ترجع بالتاهل كوت كوت ونظن اللاعبين من هذا الجانب كانت جرينتا واضحه وروح عالية فوق أرضية الميدان رغم العديد من الصعوبات ولكن الحمد لله هنئ الجميع وهنئ لكل أحباء نجم الرياضي سالح ما جاء حتى شيء بالسهل بليز امبورتون معناها حققنا المطلوب
نشكر الاولاد اللي عندنا طرح كبير، جرينتا كبيره، ومالغري لي كونديسيون تاع دينا بيان ان شاء الله. سحرت العجوز.